لمناقشة هذا التقرير ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين محمد فوز اللامي الخبير الأمني والعسكري. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني هناك تضارب بالتصريحات بين رئيس هيئة ميليشيا الحاج فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس الذي اتهم الأمريكيين بتسهيل قصف معسكرات الحشد. ما الذي تقرأه من هذا التضارب في التصريحات سيد محمد؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. يعني واضح سيدا أن هنالك أزمة في المواقف، لذلك نجد أن هنالك مراوغة في التصريحات. أعتقد بأن التصريحات التي صدرت من أبو مهدي المهندس ونفاها الفياض في نفس الوقت بأن رئيس الحكومة ساكت ومتستر، أعتقد بأن هذه عبارة عن مراوغة للخروج بأي موقف معين ربما يحفظ شيئا من مال وجهه أمام ما تعرض له اليوم هذه الميليشيات من قصف ومن موقف محير حقيقة، بأن هنالك تعرض لها، هنالك 4 ضربات جوية كبيرة جدا على أكبر مستودعاتها التي تحمل الصواريخ خاصة في غضون شهر واحد. بالتأكيد هنالك أزمة نشعر بها، لكن المواقف اليوم هنالك عدم وجود رؤية واضحة لدى هذه الميليشيات ولدى المواقف السياسية، فالمراوغة اليوم هي ما تتبعها هذه الأطراف كون أنهم لا يريدون المواجهة ولا يريدون الرد حقيقة. لو كانت هنالك نية للمواجهة ولو كانت هنالك نية حقيقة للإيضاح أنه في ال 24 ساعة الأخيرة حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي وضح طبعا بالتأكيد بأن إسرائيل متورطة في هذه الضربات وهي من نفذها، لكن في سياق ذلك سيد محمد، في سياق ذلك يعني الملفت للنظر أن المسؤولين الحكوميين في العراق يتهربون من الاعتراف بهذا القصف. أعلن نتنياهو صراحة وقال إن تل أبيب تعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران في العراق واليمن وسوريا لبنان. بماذا تفسر هذا الهروب؟ يعني سيد، هو عجز واضح عن عدم القابلية على الرد، لا توجد لديهم آلية عسكرية لوقف هذه الهجمات. طبعا هذه المستودعات التي تم استهدافها، تقارير غربية قالت بأنه السلاح الذي كان موجود في سوريا، إيران تخزنه في سوريا، تم استهدافه مئات المرات من الإسرائيليين وتم نقله إلى العراق. اليوم كشفت هذه المخازن، إذا لا توجد آلية، لم يتم الرد في سوريا، واليوم نجد بأن هنالك تحرج من الرد في العراق. بالتأكيد هذه اليوم عبارة عن مواقف مغزية، مواقف محرجة جدا للموقف السياسي والموقف الميليشياوي في الداخل العراقي، ولا أعتقد بأننا سوف نجد حقيقة مواقف صحيحة ومواقف واضحة من حقيقة ما يجري. لا يعترفون بأن الضرب من أي جهة أتت، ولا يعترفون بأن هنالك حقيقة يتعرضون إلى هجمة عسكرية كونهم لا يستطيعون الرد. سيد الكريم، هذه هي المشكلة. المشكلة بأن هذه القوات التي ادعت لسنوات كثيرة أنها قادرة على الرد وأنها تمتلك قوة عسكرية وتمتلك غيرها، اليوم نجد بأن هذه القوات غير قادرة على الدفاع عن نفسها، غير قادرة على حماية مواقعها وحماية حقيقة معسكراتها، فهذا بالتأكيد يحرجهم أمام الرأي العام العراقي. سيد محمد، الرئاسات الثلاث من جانبها قالت أنه يجب رفض مبدأ الحرب بالوكالة وسياسة المحاور. إذا كان كذلك بالفعل، لماذا يتم التستر على الدعم المقدم من طهران إلى ميليشيا الحشد، وحتى إيران نفسها هي التي دعمت وصول هؤلاء إلى السلطة؟ لماذا هذا الإنكار؟ يعني سيدي، هذه المواقف السياسية اليوم أصبح لها حقيقة غير مجدية. من ينفذ هذه الأوامر؟ الميليشيات لا تنفذ الأوامر التي تصدر من أي جهة سياسية كانت على مستوى الرئاسات الثلاث. اليوم نجد بأنه اليوم حزب الله هدد الأمريكان بأنه سوف يرد في حالة حدوث أي حادث آخر. النجباء أيضا تجد أنه خطابهم مغاير جدا لخطاب السياسات الثلاث، بمعنى أنهم لا ينتمون ولا ينصاعون لهذه الأوامر، وليست لهم علاقة في الحكومة في بغداد، هم وكأنهم يمارسون دور حكومة مستقلة. التصعيد موجود سيد الكريم، التقارير الغربية تؤكد بأن الجبهة اليوم انفتحت ضد ميليشيات الحشد الشعبي تحديدا، وكل أذرع الإيرانية في العراق خصوصا سوف تكبر هذه العمليات، سوف تتكاثر. اليوم لم يفصحوا طبعا عن أن هنالك حتى عمليات طيران فرنسية اليوم نفذت ضربات في العراق. تجد بأن الموقف الحكومي اليوم
وحتى موقفها ميليشيات الحشد الشعبي ضعيف جدا، متلكئ غير ملتزم بخطاب واحد، وهذه بالنتيجة تخبر بأنه هنالك ضعف حقيقي، بأنه فعلا أنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، لا يمتلكون قوة عسكرية كبيرة جدا كما ادعوا. من برلين محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لكم.